طيب انا معايا على التليفون كابتن هشام صلاح، لاعب الاتحاد السكندري والظهير الايمن وواحد من اللاعبين اللي يعني الفتره اللي فاتت ظهر بمستوى مميز جدا جدا. كابتن هشام اهلا وسهلا بيكم، مساء الفل. اهلا بك كابتن ابراهيم، اخبار حضرتك؟ اخبارك ايه؟ طمني عليك، كله تمام؟ بخير الحمد لله، كل سنه الحمد وحضرتك لله، كل سنه وانت طيب. وخليني اسالك في البدايه، التغيير اللي حصل على صعيد الجهاز الفني ووجود الكابتن عماد النحاس، حاسين بتغيير؟ حاسين بانه الامور ماشيه بشكل مختلف تماما؟ هل انتوا كلعيبه راصدين ده من خلال حتى كمان الاداء والنتائج ولا لا؟ والله هو كابتن عماد طبعا مدرب كبير، وصراحه في روح جديده في الفرقه، وكلنا شغالين لهدف واحد طبعا، سواء الجهاز او اللعيبه او الإدارة ورئيس النادي والجماهير، كلنا لنا هدف واحد طبعا. وطبعا الجهاز الكابتن حسام والجهاز المعاون طبعا عمل اللي عليه وأدى بشكل كويس، كان طبعا عايز أحسن حاجة، بس كان في صحيح. عدم توفيق، بس يعني الحمد لله كانت فترة وعدت، وإن شاء الله اللي جاي يبقى أحسن بإذن الله مع الكابتن. شفت ماتش الأهلي إزاي؟ خاصة إنه الاتحاد السكندري كان ند قوي للنادي الأهلي في المباراة ديت. والله احنا كل ماتش بنلعب على 3 بونت، يعني طبعا النادي الاهلي نادي كبير، بس دايما كل ماتش بناخده اللي هو طبعا بنلعب على المكسب، لانه طبعا ورانا حافز الجمهور والاداره، طبعا احنا حافز لنفسنا عايزين نبقى في مكانه كويسه، فطبعا بنلعب على المكسب. وصلنا في الشوط الاول ما كانش احسن حاجه، ما كانش في توفيق، بس الشوط الثاني وصلنا وضيعنا فرص، وكان لنا طبعا زي ما قلت كان لنا ضربه جزاء فما حصلش نصيب وخسرنا، بس كنا بأفضل حال. يعني قول لي عايزين تعملوا ايه انتوا كلاعيبه للاتحاد السكندري الموسم ده؟ يعني يمكن حصل شويه يعني اهتزاز في النتائج خلال الفتره الماضيه، ولكن انا بسالك بقى انتوا كلاعيبه بتتكلموا مع بعض، بتتعاهدوا على ايه؟ بتتكلموا في ايه في الجزئيه اللي لها علاقه بضروره تحسن النتائج او اهدافكم انتوا المرحله اللي جايه؟ والله كل كلامنا ان احنا عايزين نفنش المركز كويس، طبعا في ضغط من الجمهور علينا ان احنا عايزين نلعب افريقيا، وطبعا ده حقهم علينا، واحنا نفسنا طبعا نبقى في المكانه دي، والاداره بصراحه مهيئنا كل حاجه ان احنا نبقى في مكانه كويسه، ومش مقصرين معانا في اي حاجه، سواء الاداره او الجهاز، كل الناس سبورت لينا بصراحه، وبنتمنى طبعا ان احنا نقدم احسن صوره ونوصل لافضل حاجه عشان نراضي كل الناس. ربنا يكرمكم ان شاء الله باذن الله. قول لي، هل في حد في هل تلقيت اي عروض خلال الفتره اللي فاتت؟ حد بلغك باهتمام مثلا الاهلي او الزمالك، زي ما احيانا كده بيطلع وقت يقول هشام صلاح مطلوب في الاهلي، هشام صلاح مطلوب في الزمالك، هل الكلام ده اصلا في حاجه وصلتك منه ولا لا؟ والله هو في كلام كتير وفي ناس بتتكلم معايا، بس يعني ما فيش حاجه بشكل رسمي يعني 100%، وطبعا دي حاجه تسعدني وتفرحني ان كذا نادي اهتم بيا، وان شاء الله طبعا اقدم مستوى احسن من كده واظهر بشكل افضل من كده اللي كمان. اتعرض عليك او اللي اتكلموا معاك كانوا ايه؟ عايزينك تبقى في الاهلي ولا عايزينك تبقى في الزمالك؟ والله في كده وفي كده يعني، ما كده وكده الاثنين، وفي كذا حاجه تانية برضه. وفي كذا حاجه تانية. طيب انت بتفكر في الموضوع ازاي؟ عايز تروح الاهلي ولا عايز تروح الزمالك ولا شايف الموضوع ازاي؟ قول لي. والله طبعا نادين، طبعا نادين كبار، وطبعا ده الكلام ده حاجه طبيعيه، الاثنين انديه كبيره، واي حد شرف ليه يلعب في الاهلي او يلعب في الزمالك ده شرف لاي حد، وانا طبعا اكيد ولا هروح هنا ولا هنا غير بعد موافقه النادي، سواء شايف مصلحتي هنا او هنا او اذا كان حاجه تانية، طبعا ده كله هيجي بعد موافقه النادي واللي شايفينه في مصلحته وفي مصلحه النادي طبعا. انت عقدك فاضل له قد ايه مع نادي الاتحاد؟ لا انا لسه مجدد مع النادي طبعا، لسه فاضل لي 4 سنين او 5 سنين في النادي بس. صحيح. طيب انت بتؤكد على انه حتى وان كانت هناك عروض او اهتمامات من الاهلي او من الزمالك او اي من الانديه الاخرى، انت بالنسبه لك الموضوع كله هيكون مع اداره الاتحاد السكندري بحيث ان هم ياخدوا القرار المتعلق برحيلك، انما انت بالنسبه لك اهلي او زمالك كلاهما سواء؟ طبعا الاثنين انديه كبيره، وده طموح ان اي حد يلعب في اهلي او زمالك، واهم حاجه طبعا منتخب مصر، انا لسه وصلت ألعب منتخب ان مصر، شاء الله. ولسه طبعا أنا ما قدمتش حاجة، لسه في إن شاء الله الفترة دي الجاية أبقى أحسن وأحسن وأطور نفسي، وإن شاء الله يعني ربنا يسهل الفترة الجاية وأظهر بشكل أحسن من كده كمان. ان شاء الله باذن الله. هشام انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. كابتن هشام صلاح نجم نادي الاتحاد السكندري، واحد على فكره من البكاترات المميزين جدا ظهروا خلال هذا الموسم.